سيادة اللواء، يعني لو ليك طبعا أي كلمة أخيرة حابب توجهها، وبرضو يعني اللي حابب إن هو يلتحق بجهاز حماية المستهلك، هل طالبين مقاومات معينة، كفاءات معينة؟ أكيد ناس كتير حابة إن هي تيجي وتلتحق اللي بالرقم. عاوز اقوله ان يعني رساله لاهالينا في كل مكان، جهاز حمايه المستهلك واجهزه الدوله هدفها هو الاساسي هو المواطن. المواطن هو محور اهتمام كل المؤسسات الدوله. لابد ان يكون هناك وعي مجتمعي بالظروف المحيطه بينا، بالازمه اللي بنمر بيها، باهميه الالتزام بالاجراءات اللي بتقوم بها الدوله. الوعي المجتمعي في مجال ثقافة الاستهلاك، الاستهلاك العادل والرشيد، الإبلاغ عن أي ممارسات سلبية. أهالينا في كل مكان لا تتردد لحظة في الإبلاغ عن أي ممارسة سلبية، مش شرط إن هي تكون مضرة بيك، قد تضر بآخرين. ضبط الأسواق، توفير الحماية للمستهلك، منع الممارسات الاحتكارية، القضاء على الفساد من خلال محاربة جشع التجار وغيره من طبعا الآليات لضبط الأسواق. ده فعلا دور وطني، دور احنا كلنا محتاجينه في ظل هذه الظروف. للأسف بنشوف بعض أو قلة من الناس اللي للأسف يعني همهم ان هم يعني يربحوا دون بقى النظر لاحتياجات المواطن. فده يعني عبء كبير على جهاز حماية المستهلك، ولكن مقدر، وربنا كمان يوفقكم ان شاء الله الفترة اللي جاية. سيادة اللواء دكتور راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، شكرا لك يا فندم، وشكرا طبعا انك نورتنا واستضفتنا هنا في مكتب حضرتك. شكرا لحضرتك وشرفتونا في الجهاز، ويسعدنا دايما ابراز هذا الدور، او ابراز واعتبر سي بي سي اكسترا منبر لتلقي شكاوي المواطنين، والجهاز هو آلية للتفاعل مع شكاوي اهالينا من المواطنين والعمل على حلها.